ونتحول الآن في نشرة السادسة إلى أهم أنباء الاقتصاد مع مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا دينا فكري وشكرا ريهام الديب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير الوكالة الدولية للطاقة بشأن ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. وقام المركز برصد ومتابعة تقرير وكالة فيتش بشأن أهمية قضايا الطاقة في سلم أولويات الشراكة ما بين الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. كما سلط التقرير الضوء على العديد من المشروعات التي تنفذها مصر وتشرع في تنفيذها في مجال الهيدروجين الأخضر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن توجه الشركات الكويتية لتعزيز التعاون مع قطاع البترول يلقى دعما وترحيبا كبيرا في إطار بناء شراكات اقتصادية قوية وزيادة النجاحات المشتركة. وجاء ذلك خلال استقبال الملا لسفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم ومدير الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في مصر محمد السرحال. وخلال اللقاء تم بحث موقف أنشطة الشركة واستثماراتها في حقول إنتاج البترول والغاز بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط وسبل تدعيمها خلال الفترة القادمة. إلى سوق المال، حيث أنت البورصة المصرية تعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات وتراجع فيها رأس المال السوقي ب 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر AGX 30 عند مستوى 9948 نقطة لينخفض بنسبة 82% ويغلق عند مستوى 9867 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة المتوسطة AGX 70 عند مستوى 2185 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 1.44%، وذلك عند مستوى 2153 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3123 نقطة لينخفض بنسبة 1.3% ويغلق عند مستوى 3083 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض مع تأثر المعنويات سلبا بالقلق من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة وتصعيد الحرب في أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط. وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.8%. كما تخلى مؤشر دبي القياسي عن مكاسبه في التعاملات المبكرة ليغلق منخفضا ب 0.6%. وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.1%. كما انخفض المؤشر في قطر بنسبة 1.2%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال.